الحب الأول في قلب سيدنا رسول الله كان حب الله، ثم بعد كده كان حب صلى الله عليه وآله وسلم لهداية الناس. وكانت أحزانه كتير عليه الصلاة والسلام بسبب كثرة المعاندين والمعارضين لدعوته الشريفة، فكان ينزل القرآن من ربنا سبحانه وتعالى يشجع قلب النبي ويربط على قلبه ويقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والحقيقة أن الآية دي لينا إحنا كمان، ربنا بيشبه الحسرات والأحزان كأنه لص بيذهب ببهجة النفس، فربنا بيقول لك ما تسيبش نفسك تروح مع الأحزان وتجاوز هذه الأحزان. والحقيقة أن العلماء علمونا كما يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، بيقول اعلم أن الحزن من عوارض الطريق، من عقبات الطريق، ليس من مقامات المؤمنين ولا من منازل السالكين. يعني الحزن ده مش مقام من مقامات المقربين، الحزن ده شيء بيجي عقبة، اللي بناخد عليه مقام عند ربنا هو قدرتنا على الصبر على هذه الأحزان وتعلم فن تجاوز الأحزان اللي ربنا ذكره في القرآن وقال ولا تهنوا، ما تخليش الحزن يهدك وتجاوز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا عاطف، عندي 30 سنة، من 5 سنين اتجوزت أنا وسارة بنت خالتي، كنا بنحب بعض من ساعة ما وعينا على الدنيا، عيلتنا كلها كانت عارفة حاجة زي كده، كانوا بيضربوا بينا المثل. يوم فرحنا كان أسعد يوم في حياتي، كنا احنا الاتنين فرحتنا ما تتوصفش. ساعتها حسيت انه خلاص انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا. عشت مع سارة احلى ايام حياتي، كانت مراتي وحبيبتي، صاحبتي وشريكتي، دنيتي كلها، عمرها ما زعلتني ولا زعلت مني، كانت دايما بتساعدني واقفة في ظهري، ياما استحملت ظروفي وعصبيتي، عمري ما شفتها زعلانة أو متضايقة. كانت أقرب واحدة ليا، باخد رأيها في كل حاجة، في شغلي وفي حياتي، حتى علاقاتي مع الناس وعلاقتي مع ربنا. ورغم مكانتها عندي عمرها ما استغلت حاجة زي كده علشان تطلب حاجة ليها، كانت دايما مبدياني عن كل حاجة في حياتها حتى نفسها. افتكر مرة كنت مريت بظروف مادية صعبة ولقيتها بايع على العربية بتاعتها، عربية غالية كان باباها جايبها لها، ولما عتبتها قالت لي إنها هتشتري عربية صغيرة بالتقسيط، وإدتني الفلوس اللي حلت لي مشكلة كبيرة في شغلي. وجت نور بنتنا، جت عشان تكمل سعادتنا. حقيقة أنا كنت راجل محظوظ قوي، ناجح في شغلي، ظروفي المادية اتحسنت، بيتي وأسرتي مثال للسعادة والحب. لغاية ما كنا في يوم مسافرين من 3 سنين وعملنا حادثة، وماتت سارة ونور. ساعتها أنا مش قادر أصدق إن هما راحوا مني للأبد، ساعتها دنيتي كلها راحت، ما بقتش بعمل حاجة في حياتي غير إن أنا بفكر فيهم وبفكر في اللي حصل. بصحى من النوم أتفرج على حاجاتهم اللي في البيت وأفتكر ذكرياتي معاهم، أروح المقابر وأقعد أتكلم معاهم بالساعات وأبكي، وأرجع البيت وأنا مش قادر أستوعب برضه إني مش هلاقيهم في البيت. بطلت أروح شغلي، مبقتش عايز أتكلم مع حد، حتى أهلي اللي كانوا بيحاولوا دايما يساعدوني إن أنا أخرج بره الحالة دي، بس أنا مش قادر، مش قادر أصدق إن هما ماتوا، مش قادر أصدق إن أنا مش هشوفهم تاني. ياما جريت عليهم في الشارع علشان أحضنهم، كنت بتكسر أوي لما أحس كل اللي أنا عايش فيه ده أوهام. ياما صحيت على صوتهم في البيت وأقوم زي المجنون أدور عليهم في البيت وما لهمش. أنا مش قادر أبطل أحزن عليهم،
لكن حاسس ان انا لو بطلت احزن عليهم يبقى انا كده بخونهم. انا عارف ان كل الناس اللي حواليا عايزين يساعدوني، بس اللي عايزهم يعرفوه ان كلامه معايا عمره ما هيأثر فيا، لان محدش فيهم عايش اللي انا عشته ولا جرب اللي انا فيه. الحقيقة لا تنكر إن في أحزان كبيرة في حياة بعضنا، من فقد عزيز بالموت أو بالانفصال في الحياة، أو من إهانة شديدة جرحت الإنسان، أو من خسارة مالية فادحة. وفن تجاوز الأحزان هو القدرة على عبور الأحزان دي وإكمال الحياة، أو على الأقل القدرة على العيش في هذه الدنيا وانت شايل الأحزان على كتافك لكن مش مؤثرة على كفاءتك في المستقبل. وده اللي ربنا طلبه مننا، وده اللي عرفه الإمام الفيروز أبادي في كتبه في تعريف الصبر. قال الصبر تعريف جميل قوي: حسن صحبة البلاء. إن في ناس مننا عندهم بلاءات ضخمة في هذه الحياة، لكنه عنده قدرة على حسن صحبة البلاء. البلاء ما بيهدوش، هو مكمل مصاحب البلاء. في مرحلة من حياته هيتجاوز هذا البلاء ويقدر ينساه، أو يكمل شايله على كتفه ومكمل حياته بمنتهى الأمل في الله. وانت ممكن تشوف اتنين قدامك، تشوفهم هما الاتنين بيشتغلوا وبيتعبوا وبيحاولوا انهم يبنوا في حياتهم، لكن مشاعرهم ما بين واحد شايل حزن كبير وواحد طبيعي ما بين السماء والأرض، لكن واحد قادر يحسن صحبة هذا البلاء، وهو ده فن تجاوز الأحزان. وكان الصالحين بيدعوا دعوة جميلة: اللهم إني أعوذ بك من حزن يوهن الجسد، وأعوذ بك من هم يقطع عن العين رؤية النعم والمدد. يا رب الحزن ما يهدنيش. والحقيقة أن فن تجاوز الأحزان، الأرقام بتاعة طبيعة البشر وواقع البشر بتدعو إحنا محتاجين نتعلمه. ليه؟ ضرب لك مثلا بعض الأمثلة والأرقام. دراسة اتنشرت على موقع جريدة التليجراف البريطانية بتقول أن السبب الرئيسي لمخاوف المستقبل أحزان في الماضي الإنسان ما قدرش يتجاوز عنها أثرت على تفاؤله في المستقبل. ودراسة اتعملت في جامعة هارفارد على مجموعة كبيرة من الشباب والبنات، اكتشفوا أن 50% من الناس بيفكر وهو قاعد دلوقتي في أحزانه الماضية أضعاف ما بيفكر هيعمل إيه في مستقبله. يعني أنا قاعد دلوقتي المفروض أفكر في اللي جاي، 50% من الناس بيفكر هو إيه الأحزان اللي مسيطرة عليه من زمن ومش قادر يخرج من شراك العنكبوت اللي ماسكة فيه من أحزانه الماضية. وموقع الهيفينغتون بوست عمل دراسة على مجموعة من المطلقين والمطلقات، فلقوا أن 70% من الستات المطلقات مش قادرين ياخدوا خطوة في حياتهم بسبب تعلقهم بشريك الحياة الماضي. طب ما هو حاجة من ثلاث اختيارات: إما شريك الحياة ده هيكمل حياته ومش فارقة معاه وهيتجوز بعد كام يوم، أو إن شريك الحياة ده كمان حزين لكن مستحيل الرجوع، أو نتكلم ونرجع. لكن التشبث بالأحزان الماضية وعدم محاولة، أنا مش بقلل من الأحزان، عدم محاولة إن أنا أتعلم فن تجاوز هذه الأحزان، ده شيء بيخلي الإنسان ما يشوفش النعمة اللي جاية، أو ما يفتحش صفحات جديدة ممكن يكتب له فيها سعادة. و50% من الرجالة برضو مش قادرين، اللي أخدوا قرار الطلاق مش قادرين يكملوا حياتهم، ويوميا بيفتحوا صفحات الفيسبوك بتاع طليقاتهم يتفرجوا على أخبارهم ويتابعوا. فشوف قد إيه كتير من المواقف اللي بتحصل في الماضي أكنها عنكبوت وماسكة كده بالخيوط، والواحد مش قادر يتجاوز هذه الأحزان. وعملوا تجربة دراسة جميلة جدا، جمعوا مجموعة من الناس وخلوهم يكتبوا في ورقة التجارب الماضية الأليمة والأحزان والتجارب الإيجابية والنعم، وبعدين مشوا الناس دول وبعدين جابوهم بعد أسابيع والورق معاهم، يلا سمعوا إيه التجارب الإيجابية والتجارب الحزينة. فإذا بالناس 70% منهم ينسوا التجارب الجميلة والنعم ويفتكروا الحزن، كأن الإنسان ميال إنه يفتكر أحزانه لأنه محتاج يتعلم فن تجاوز الأحزان. وجينا للمشكلة، المشكلة اللي بتقف بيننا وبين تعلم فن تجاوز الأحزان. عشان تتعلم هذا الفن محتاج تزيح المشكلة دي عشان تفتح طريق العلم لقلبك. المشكلة دي إن في أحزان ساعات بتبقى قوية لدرجة إنها تسلب قوة المقاومة من الشخص الحزين. حالة من الوهن الشديد والعجز أمام الحزن بيصاب بها الإنسان، فلا يتصور
إنه يقدر يكمل حياته بعد الحدث أو الصدمة الضخمة دي، وده اللي ربنا سماه الوهن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والعلماء عندهم، علماء النفس عندهم منحنى اسمه منحنى الصدمات، خمس مراحل بيعدي بيهم الإنسان، والمشكلة إنه يغرس في مرحلة. يقولك أول ما تحصل لك صدمة أو شيء محزن، أول حاجة الإنكار، ثم الغضب، ثم حاجة اسمها المساومة، ثم الاكتئاب، وده الحزن اللي محتاجين نتعلم فن تجاوزه، ثم التقبل. أضرب لك مثال، واحد استغنوا عنه في الشغل، اترفد من شغله، فأول ما يعرف الكلام ده يبدأ المنحنى اللي من الخمس مراحل. أول حاجة في الخمس خطوات يحصل إنكار، لا يمكن يكون أنا، أكيد في تشابه في الأسماء. وبعد ما يعرف أنه هو اللي اترفد أو استغنوا عنه يغضب، مش ممكن بعد كل التعب اللي تعبته عشان الشركة يرفدوني ولا يستغنوا عني. ثم يحصل مساومة، المرحلة الثالثة، طب مش يمكن مديري يتدخل، طب ممكن أروح أعتذر لهم أوعدهم أبقى إنسان كويس، مساومة. ثم لما يتأكد أنه ملوش مكان في الشركة يحصل الحزن والاكتئاب. وده اللي هنتعلم له النهاردة، فن تجاوز الأحزان والقدرة والتوفيق من الله أن تعبر من الاكتئاب للمرحلة الخامسة وهي التقبل، وتقدر تتجاوز وتكمل حياتك. واحدة اكتشفت أن صديقة العمر بتتكلم عليها في ظهرها كلام في شرفها وأخلاقها. أول حاجة إنكار، مش ممكن تقول عليها حاجة زي كده، لا يمكن، أنتوا يا جماعة غلطانين. ثم يحصل غضب بعد ما حد يقولها ده أكيد، ويجي الشهود ويشهدوا قدامها. ثم يحصل مساومة، مش يمكن حد قال لها حاجة عني مش كويسة فاتقلبت عليا، أو يمكن ما تقصدنيش أنا. وبعد ما تتأكد أن صاحبة العمر حصل منها هذه الخيانة تكتئب وتحزن، ولا تتصور إزاي هتعيش الحياة من غير صاحبة العمر اللي خانت. ثم لو اتعلمت فن تجاوز الأحزان تتجاوز هذا الاكتئاب لمرحلة التقبل. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، والشرع حثنا على محاولة تجاوز هذا الحزن. ربنا في القرآن بيقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عد معايا تلات حاجات في الآية دي بتشجع الإنسان إنه يتعلم فن تجاوز الأحزان. أول حاجة وأنتم الأعلون، ربنا بيشجعك أنت أقوى وأعلى من الظروف، الحزن مش أقوى منك، فلا تستسلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنت أعلى وأقوى من الظروف. حاجة تانية والله معكم، في مدد إلهي قوي من اللطيف العليم القريب هيمدك بيه عشان تقدر تتجاوز هذه الأحزان. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم يعني رصيد أعمالك الخير هتبقى جنبك ومش هتضيع في الدنيا، ربنا ما بيضيعش الناس الطيبين. فلا تهنوا وتستسلموا للظروف وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عشان كده دايما كان ربنا بيشجعنا على تجاوز الأحزان بذكر أنه معانا في أوقات الأحزان. تقريبا ما في كلمة حزن تذكر إلا وجنبها معية الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ربنا معاك بالمدد القوي المطلق. وربك يقول في القرآن على السيدة مريم فحملته، حملت سيدنا عيسى، فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. ربنا معاك وهيهيئ لك الأكل والشرب وبساطة وسهولة الولادة، الله معاك. وشوف لما ربك يقول لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكأن في لحظة الحزن ربك بيقول لك تعلم واحدة واحدة كيف تتعافى، أنا معاك، المدد الإلهي جنبك، بس أنت اللي عليك تفهم وتتعلم فن تجاوز الأحزان. يا رب ما قلت يا سندي إلا وأيدتني، وما قلت يا كافي إلا وأنجيتني، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. فكم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، لكني أنزلته بك أنت وشكوته إليك
ولم ألجأ إلى سواك ففرجته عني، ولم تخيب فيك ظني، فأنت ولي كل نعمة، وأنت صاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. يا من خلقت في فطرتنا النسيان، وجعلته دواء لنا في النوائب والأحزان، يا عظيم الفضل يا واسع الإحسان. إذا كان الهدف من فن الحياة هو الارتقاء بجوانب الحياة، فالهدف من تعلم فن تجاوز الأحزان هو الارتقاء بقوة الإنسان على تقبل الأحزان اللي بتحصل في الدنيا، والقدرة على السير في الحياة من غير ما الأحزان دي تهده. ومش ممكن لما تكون المعلومة اللي بتقولها منظمة الصحة العالمية إن السبب الأول لعجز ومرض الشباب هو الاكتئاب، وما نتوقفش لتعلم هذا الفن. علشان تقدر تمارس فن تجاوز الأحزان مطلوب منك 4 حاجات. مطلوب منك أنك أنت تؤمن بحتمية الأحزان، رقم 2 تحترم هذا الحزن، رقم 3 لا تصادق هذا الحزن، رقم 4 انتظر نهاية القصة. الإيمان بحتمية الأحزان، إحنا عايشين في الدنيا، وإنت بتتعرف على الله في الدنيا دي تتعرف على كرم الله وعطاء الله بالنعمة، وتتعرف على لطف الله وقوة الله ومساندة الله ليك في بعض الأوقات العصيبة والأوقات الحزينة. فالحزن والفرحة موجودين في الدنيا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، في حتمية لوجود الحزن والفرحة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال بعدها إن يمسسكم قرح، يعني إصابة وأحزان، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ده شيء طبيعي، الكل بتعدي عليه فترات أحزان في حياته، لازم يؤمن بحتمية هذه الأحزان. وإحنا لما نخش الجنة هنقول لربنا شكرا إنك أنت لغيت الحزن من حياتنا، لأن الجنة ما فيهاش حزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ليه تؤمن بحتمية الأحزان؟ عشان ما تتفاجئش لما تلاقي حد كنت انت واثق فيه وبعدين خانك، لما تلاقي عندك أمل انك انت تعمل مثلا شغلانة فيها فلوس كتير وبعدين ما تمشيش. لازم تبقى عارف ان في أحداث قد نسأل الله العافية لكن قد تمر بيها. احنا مش بنطلب من ربنا الأحزان، لكن إذا مرت لازم يبقى عندي جهوزية بإيماني ان في حزن في هذه الدنيا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت اللي هو من أكبر الأحزان سمى اليقين، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما يبقى عندك إيمان بحتمية الأحزان ما تتفاجئش، لأن ساعات المفاجأة لوحدها بتهد. النقطة الثانية في فن تجاوز الأحزان هي أنك أنت تحترم حزنك، كأن الحزن ليه دورة معينة جواك كده بعدها هيطلع، اقبله، اقبل الإنسان اللي جواك، ما تطولش الحزن لكن في نفس الوقت برضو ما ترفضوش، لأنك أنت من حقك أنت كإنسان، أنت جواك قلب مش جواك حجر. لو في إنسان عزيز عليك خذلك الطبيعي أنك تحزن، لو كان عندك آمال مالية من شغلانة معينة كنت داخل فيها وما حصلتش الطبيعي أنك أنت تتكسر، فأنت لازم تقبل هذا الحزن. عشان كده البكاء على فقد الحبيب ده مش حرام، الحرام هي النياحة اللي هو أنه حد يصوت أو يقول كلام فيه اعتراض على قدر ربنا سبحانه وتعالى. لكن دموعك لما تغلط في حق ربنا فتبقى متضايق من نفسك، أو دموعك من شيء أحزنك في الدنيا ده غالي عند ربنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، في نقطتين غاليين جدا على ربنا. إيه النقطتين دول؟ قال قطرة دمع تنزل من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله. فدموعك دي دموع الندم على ذنب مثلا أنت حزين، ده طبيعي جدا ودي غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحترم هذا الحزن، لأنك لما تحترمه هتتقبله فياخد دورته وهيبدأ يطلع إن شاء الله وتقدر تتجاوز، لكن الأول احترم هذا الحزن. رقم 3 لا تصادق هذا الحزن، ما يبقاش الحزن صاحبك. علماء النفس بيقولوا ما تبنيش حواليك أجواء الحزن من أشياء بتسمعها وأماكن بتروحها بتفكرك بالأحزان، لا تصادقه. لو كنت عايز تصادق صادق الذكر، ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا أردت وانت حزين أنك تصادق، صادق اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، لأن الصاحب ساحب. وكل ما الإنسان يضع نفسه في أجواء الحزن كأنها رمال متحركة بتشده لتحت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن في فترة عدة عند المطلقة أو اللي جوزها توفي، لكن الفترة دي فترة معينة بنحترم فيها الحزن. لكن على سبيل المثال مثلا شاب أو بنت يعني جوزها توفي وهي كانت وفية جدا وفضت جنبه لغاية ما أسلمته إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين بقت لوحدها، لا في حد يصرف عليها ولا يحميها، جالها عريس بعد 7-8 شهور سنة كاملة، ما يجيش المجتمع يقول هو أنت مش حزينة ولا إيه؟ لا، هي حزينة على صاحب العمر القديم، لكن هي لازم تكمل حياتها ولا تصادق الحزن. محدش حاسس بيها والناس عمالة تحكم عليها وخلاص، فلا تصادق الحزن. قوم كمل حياتك وانزل دور على شغل جديد بعد اللي حصل في شركتك القديمة. حتى لو أنت مش واثق في نفسك قوي أو مهزوز برضو قوم وكمل، كمل من غير مشاعر ولا تصادق الحزن. يبقى تؤمن بحتمية الأحزان، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، شيء طبيعي. احترم حزنك وخليه ياخد وقته، لا تطيف الحزن لكن في نفس الوقت لا تنكر الحزن، احترمه. لا تصادق الحزن، ما تبنيش حواليك أجواء تخليك قاعد في هذا الحزن. آخر حاجة انتظر نهاية القصة، قصة لم تنتهي. في بعض الناس أحزنها بسبب مظالم تعرضوا ليها في الدنيا من حد أقوى منهم ومش عارفين يستردوا المظالم دي، وعندهم حزن لأنهم مقهورين من جوه. فأقول لك استنى، الدنيا دي عبارة عن ثانية بتعدي بسرعة جدا جدا، وهنروح عند ربنا سبحانه وتعالى. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. اطمن، ودعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين من فوق 7 سماوات لأنصرنك ولو بعد حين. القصة لم تنتهي. فإذا كنت مظلوم وحاسس أنك أنت قلبك محروق قوي لأنك أنت ضعيف قدام اللي ظلمك أقوى منك ولا أغنى منك، استنى، القصة لم تنتهي وهتتراضى وهيتجبر بخاطرك في الوقت المناسب في الدنيا أو عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فن تجاوز الأحزان، فن تجاوز الهموم. إحنا كأننا بنعوم في بحر من الهموم، مش نظرة تشاؤم ولا نظرة بنزود التحديات أبدا بشكل واقعي، ولكن بحر الهموم ده ناس كتير جدا بتعوم فيه، وصلت وسعدت ونجحت وفرحت إزاي؟ زي المركب اللي ماشية فوق المية بتوصل طول ما المية ما دخلتش جوه قلب المركب. تايتانيك غرقت إزاي؟ قالوا احنا بنعمل سفينة ما بتغرقش. ليه يا سيدنا كده؟ قالك ما بتغرقش لانه بطن المركب مقسمينها غرف، سموها كومبارتمنتس، 1 2 3 4 5 حاجة كتيرة كده. فلو حصل وهي في الرحلة اتخبطت والمية دخلت جوه، هتخش جوه غرفة واحدة في المركب ما تغرقش. طب اتخبطت تاني، هتخش غرفة تانية ما تغرقش برضه. طب تالت، مفيش كده، ما بيحصلش برضو، ما تغرقش. فقالوا المركب دي ما بتغرقش. أراد الله تبارك وتعالى إن هي تكون ماشية وفي جبل من الجليد تحت طالع منه سن كده، يروح واخد المركب كل الغرف مرة واحدة كده. فالمية بلا استئذان دخلت مالت كل الغرف قدر ربنا وغرقت المركب. ليه؟ لأن المية دخلت جواها. السن بتاع جبل الجليد ده هو الشكوى. احنا بنعوم على بحر من الهموم، ولكن الأصل إنها ما تخترقش القلوب إلا بكثرة الشكوى. أنا عندي حياتي كأنها غرف كده، كأنها زي الكومبارتمنتس دي. فعندي الشغل وعندي البيت وعندي الصحاب وعندي الفلوس، وأنا بشتكي من الشغل ومن البيت ومن الصحاب ومن الفلوس، والشكوى شكوى 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 شكوى، مركب حياتي، قلبي يتقطع كده علشان الهموم تدخل جواه وتبدأ عملية الغرق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة السر إني أبعد عن السن اللي هيقطع قلبي ويدخل فيه الهموم، اللي هو إيه؟ اللي هو الشكوى
كثرة الشكوى تدخل الهموم في قلب الإنسان، واللي يسمح للهموم إنها تدخل في قلبه مش ممكن يعبر حاجز الأحزان. الدكتور مصطفى محمود، الأديب والكاتب والمفكر اللي اتعلمنا منه حاجات كتير جدا في حياتنا، ألهمني معنى جميل جدا في فن تجاوز الأحزان. كان في بداية كلية الطب دكتور مصطفى محمود كان نبغى، وكان سابق كل أهل زمانه، وكان عنده تقدم وذكاء جدا في التشريح، لدرجة إن الدكاترة كانوا منبهرين بيه جدا. كان لما الدكتور يجي يسأله في امتحان الشفوي كان الدكتور مصطفى محمود يجاوبه قبل ما الدكتور حتى يكمل السؤال بتاعه، لدرجة إنه بدأ وهو في سنة تانية طب يخترع جهاز لقياس نبضات القلب، والدكاترة الأجانب اللي كانوا بيدرسوله كانوا يعملوا له غرفة مخصوصة في المعمل في كلية الطب عشان يسيبوا هذا الإنسان فلتة الزمان يبدأ يضيف للبشرية. وفي سنة تالتة طب حصل ما لم يكن يتوقع. دكتور مصطفى محمود كان حاطط طشت تحت السرير في أعضاء علشان كان بيشرحها، يروح من الكلية يشتغل في البيت، بس علشان يحفظ هذه الأعضاء كان الطشت ده كان في مادة الفورمالين، ودي مادة قاتلة ومضرة جدا للجهاز التنفسي. في سنة تالتة طب جاله التهاب حاد في الشعب الهوائية وحصل تفاقم في هذا المرض، رقده 3 سنين، وكل زمايله خلصوا بقى طب ونجحوا وانطلقوا في الحياة وهو رائد. وممكن يكون دكاترة نسيته والمستقبل الباهر اللي كان متوقع عليه اتنسى تماما. هو بيقول أنا كنت متأكد إن هذه المحنة وراها عطف من ربنا سبحانه وتعالى، أكيد في شيء، أنا إنسان مجتهد، فإذا بي يطلب من أهله يجيبوا له كل كتب الأدب العالمي اللي ممكن يوصل لها، فقرأ في الأدب المصري والأدب الفرنسي والإيطالي والأمريكي والإنجليزي. والثلاث سنين دول شهدوا تكوين عقلية الدكتور مصطفى محمود المفكر والأديب والكاتب، وخيرات كتيرة جدا جدا من اللي تعلمناها منه في برنامج العلم والإيمان ومن كتبه اللي فيها كلام مفيد كانت بسبب الثلاث سنين دول، اللي كان حاسس إن في ضوء في آخر النفق المظلم وإن شاء الله هوصله. وهو الحقيقة ده الأمل اللي بيبحث عنه كل إنسان، كأن الأحزان دي شبكت فيه كده زي الرمال المتحركة وبتنزله لتحت، الأمل إنه يعرف إن يقينا هناك لطيف كريم حكيم من وراء كل شيء قادر على انتشاله من أي صعوبات في الحياة. وأنا تاني بفكر حضرتكم، إذا أردت أنك أنت تتجاوز أي حزن حتمي هيحصل لك في الدنيا فعندك 4 خطوات. رقم 1، لازم تبقى مؤمن أن في حتمية لهذه الأحزان فما تتفاجئش. رقم 2، لازم تحترم هذا الحزن وياخد وقته معاك، أنت إنسان، ده شيء طبيعي أنك أنت تتكسر وتبقى حزين. رقم 3، ما تحطش نفسك في أجواء الحزن، لا تصادق الأحزان لأن الصاحب ساحب. رقم 4، لو أنت مقهور من جواك عشان حد أذاك انتظر لغاية آخر القصة، ربك العدل هيجيب لك حقك سواء في الدنيا أو لما نقابل ربنا. وفي النهاية هقولك، فن الحياة الهدف منه تجويد والارتقاء بجوانب الحياة، فارتقب حياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا الله يا ودود يا صمد، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، مولاي نسألك أن تبسط لنا من العفو ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن الستر ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن ودك ما تحملنا به إليك. اللهم أدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، ومدنا بفرج في كل محنة، والطف بنا لطفا ترينا به عظيم حكمتك، حتى لا يحجبنا البلاء عن رؤية عنايتك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة يا منان، ويا قادرا على دفع كل الفتن والأحزان، اقضي لنا حاجاتنا في كل أوان. اللهم ارزقنا الصبر على أحزاننا والعافية فيما قضيت لنا، فإنك يا مولاي خير من يعلم ما بحالنا.
الأصوات إذا ما هتف المؤمن أجر ضعيفا يحتمي بحماك ونجه من ألام القلب وما يحزن يا حاجة حلوة تغير الأيام فعيش